طيب بمناسبة النادي الأهلي، الاستعداد ابتدى النهاردة من حوالي دقيقتين ثلاثة كده لمباراة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، واللي هيواجهه النادي الأهلي في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة الهامة جدا جدا جدا، واللي مقرر أن المباراة تكون أحد أيام 13 أو 14 أو 15/9 القادم، ومباراة الإياب هتكون ما بين يوم 26/27 بالتحديد يعني. مباراة الإياب هتكون في القاهرة، مباراة الذهاب هتكون هناك في غينيا الاستوائية، فبالتالي استعداد هيكون مهم جدا. استعداد النهاردة من خلال الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي، واستعدادات هتكون متواصلة خلال الأيام القادمة، وأكيد هنطمن على هذه الاستعدادات من خلال مراسلنا هناك في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وتحديد الأستاذ مختار التتش بعد قليل عشان نعرف آخر الأمور ماشية إزاي بالنسبة للنادي الأهلي.